انت قعدتي 60 سنة بكرر برضو تدعيم الاستهلاك مش الانتاج، وهقول لك ازاي بحاجات بسيطة. احنا شعب مستهلك بطبيعتنا، كل الشعوب مستهلكة، بس انت اللي بتدي السكة. يعني مثلا انا لما اجي اقول لك انا هعلمك ببلاش وهسكنك ببلاش وهعالجك ببلاش وهعمل ببلاش، مفيش حاجة ببلاش في الدنيا، في العالم كله، في اغنى الاقتصاديات مفيش حاجة ببلاش. عودت الناس على كده لدرجة ان انا حتى وانا جاية مش عارفة بلقيت ايه قرار محكمة ادارية تعيين بتوع الماجستير والدكتوراه. يا جماعة الحياة ما بتمشيش كده، انت عاوز تشتغلي وتاكلي عيش ولا عايزة وظيفة تقعدي على مكتب؟ احنا تعودنا نقعد على المكاتب وحبيناها خلاص، وسيبنا الزراعة وسيبنا الصناعة وبقينا نستورد طبق الفول، وانت عارف دي فضيحة. انا بقول لحضرتك بصراحة، انت عايزة تغيري هذا الكلام. طول ما انت عايشة بتستوردي اكلك وشربك وكل حالك، الدولار هيفضل يغلى والحياة هتفضل تغلى وهتعيشي عيشة اسوأ من اللي انت يا دكتورة اللي بيستورد.